وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السيد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية. سيد سلطان، أرحب بك. يا مرحبا، شكرا على الاستضافة، الله يسلمكم. نعم، بداية دعنا نتحدث عن الحرب على غزة وبعد مرور أكثر من عام عليها، كيف ترى التعاون المستمر بين كل من مصر والإمارات في تقديم الدعم والحرص على إيصال المساعدات إلى القطاع رغم العراقيل المتعددة والمتباينة على مدار هذه الفترة؟ بالأمانة يعني بعد مرور عام من الحرب لا تزال الاحتياجات الإنسانية جدا عالية، إن كانت غذائية أو صحية أو المسكن المخيمات. التعاون المصري الإماراتي صراحة يعني نموذج من ناحية التعاون على الشقاء في مصر في أكثر من مجال، وهذه ليس الأولى. التنسيق مع الأخوة في الجمهورية المصرية طبعا كانت أحد، يعني بالأمس واليوم كان في إسقاط جوي، طبعا توقف عملية الإسقاط فترة بسبب الأوضاع الأمنية في غزة. نعم. وفي لبنان، لكن استمر بالأمس واليوم، وأسقط اليوم أكثر من 80 طن وأمس أكثر من 70 طن بعمليات مشتركة. التعاون أيضا كان سابقا في إدخال المياه وتركيب محطات تحليل المياه، لا تزال المحطات أيضا تعمل في إدخال المياه. التنسيق كبير بين الفرق الإماراتية المصرية على الأرض، كان في العريش أو كان تنسيق من ناحية خروج المرضى أو كان أيضا التنسيق الطبي. فنموذج صراحة يعني وتعاون كبير، ونقدر ونشكر على كل هذه الجهود التي تسخر لها جمهورية مصر العربية. لو تضعنا في صورة أوضح لتفاصيل التعاون فيما يتعلق بالإسعافات ونقل المصابين والجرحى، يعني كيف يتم التنسيق والتعاون من قبل الطرفين؟ طبعا التنسيق عالي جدا، يكون ايضا بالتنسيق مع الاخوه في جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه للمنظمات الدوليه المتواجده في غزه، كانت منظمه الصحه العالميه. لحد اليوم دوله الامارات تمكنت من نقل اكثر من 1917 شخص مريض ومرافق، كان التركيز ايضا اكثر على مصابي سرطان والاطفال الجرحى. رأينا عدد حالات كبيرة أيضا كانت جمهورية مصر العربية تتكفل بهم، إن كان في العريش أو المستشفيات المصرية. لذلك التعاون كان جدا كبير، خاصة نشكر فيها وزارة الصحة المصرية من ناحية القوائم والتنسيق، وأيضا سيارات الإسعاف والتسخير ونقلهم لغاية مطار العريش لمطار أبوظبي. جميع المؤسسات المعنية، إن كانت على الحدود، إن كانت الإسعاف، إن كانت وزارة الصحة، النقل الجوي، كلها كانت أيضا فرق مشتركة لضمان وصول المرضى بسلام والتلقي العلاج المطلوب لهم. ماذا عن جهود الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة؟ يعني ما أبرز أشكال الدعم التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي؟ الهلال الأحمر طبعا هو أيضا له جزء شق كبير أيضا من ناحية التعاون، من ناحية إدخال المساعدات الغذائية. المستشفى الإماراتي أيضا يوجد تنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي، لا يزال يعمل في منطقة رفح. المخابز والأوتوماتيكية أيضا بتوفير الطحين اليومي وتشغيل المخابز، المخيمات وإدخال السلال الغذائية في الداخل، برامج الصحة طبعا الهلال الأحمر. بالإضافة أيضا دولة الإمارات أيضا تكفلت بتغطية حملة لقاح شلل الأطفال، كانت ايضا المرحله الثانيه مرت هذا الشهر هذا، فلا نزال نعمل ايضا في توفير لقاح للاطفال. توجد حالات يجب ان يكون ايضا الحد وعدم انتشار هذه الحالات داخل غزه. نعم، وفيما يتعلق بعمليات الاسقاط الجوي، يعني كيف يتم التنسيق والتعاون فيما يخص عمليات الاسقاط، خاصه انها كانت الطريقه التي يتم اعتمادها مؤخرا من اجل ايصال المساعدات لاهالي قطاع غزه؟ طبعا التحدي من ناحية دخول المساعدات من المعابر البرية أو البحرية اضطرت طبعا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية أخذ قرار يجب أن لا توقف هذه المساعدات إن كانت برا بحرا أو جوا. فكانت عملية الإسقاط بتنسيق مشترك،
توجد خلية كبيرة أيضا في مطار العريش من ناحية ترتيب المساعدة الغذائية والمظلات ونقلها، وأيضا تحديد المواقع بالضبط أين تسقط. اليوم كان في جنوب دير البلح، توجد خبرات متراكمة من ناحية القوات الجوية الإماراتية المصرية من ناحية تحديد ومواقع المساعدات اللي ممكن إسقاطها، وأيضا تواجد الأشخاص اللي ممكن يتلقون هذه المساعدات. سوف تستمر هذه العمليات، وأيضا نطالب أكثر من ناحية فتح المعابر بشكل أكبر من ناحية دخول المساعدات، نعم، إن كانت برا أو بحرا. تحديات موجودة ومقبلين أيضا على فصل الشتاء، سوف يكون أيضا تحديات كبيرة من ناحية الصحة والتدفئة والمقيمات المطلوبة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.